طف فريق ناشئي الأهلي مواليد 2006 الأنظار بقوة بعد أداء رائع ومميز على مدار موسم كامل كان نتيجته التتويج بلقب بطولة الجمهورية، وحقق الفريق اللقب بعد أن حصد 74 نقطة حيث خاض 31 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 5 وخسر في 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 81 هدفا ومني مرماهم ب30 هدفا، بينما جاء المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 70 نقطة. ويعد فريق ناشئي الأهلي الأقوى هجوما، ونجح سامر عبد الرحمن المدير الفني للفريق في قيادة لاعبيه لتحقيق البطولة بعد موسم طويل للغاية مع معاونيه أحمد رؤوف ومحمد فتوح. ولد سامر عبد الرحمن بالقاهرة وتحديدا في حي المعادي عام 1974، وقبل أن يكمل عامه 13 تسببت الإصابة اللعينة في حرمانه من استكمال مشواره الذي كان يتوقع له الكثيرون أن يكون رائعا، لينتقل إلى الشرقية للدخان ثم إصابة جديدة بالرباط الصليبي، وانتقل بعدما عاد منها إلى غزل المحلة ثم تجربة لمدة عام في الدوري الأمريكي قبل أن يعود ليتنقل بين عدد من الأندية. اعتزل كرة القدم في تجربته الأخيرة بأمريكا ليتجه إلى التدريب، حيث خاض عدة تجارب بالمملكة العربية السعودية، فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض، وعاد لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي. وبعد قيادته فريق ناشئي الأهلي لبطولة الجمهورية اليوم في الأشبال نحتفي بسامر عبد الرحمن ونجوم 2006 بالقلعة الحمراء.